جالك وكان ندمان قوي وحياه ربنا، وانا المفروض اصدقك واصدقه وكأن ما فيش اي حاجه حصلت، مش كده؟ لا بس كمان المفروض ما تقارنيش حاجه عبيطه وصغيره زي دي بعلاقتكم. ما ينفعش تقارني علاقه حب بقالها سنين بنزوه. مش لو كانت دي نزوه فعلا شاريها وما راحش اتجوزها؟ كان ناوي يا مليكه، كان ناوي. اولا ما ينفعش نحاسب حد عشان نيته سواء كانت كويسه او كانت وحشه. ثانيا انت بقالك فتره عارفه الموضوع ده وساكته، اشمعنى قررتي ان انت تنهي العلاقه بس ما عرفتي هي مين؟ عشان خبطتين في الراس يوجعوا، خبطت اياد وخبطت ايه، وهي ايه راحت. صحيح حتى لو كانت ايه لسه عايشه صدقيني العلاقة دي كانت هتخلص قبل ما تبتدي، لأنها علاقة غلط من الأول. يعني أنت متأكدة إن إيه لو كانت لسه عايشة ما كانوش هيكملوا اللي بدأوه يا مليكة؟ آه أنا متأكدة، زي ما أنا متأكدة إن أنا قاعدة بتكلم معاكي دلوقتي. وما تسألينيش إزاي. سامحي يا شاري، ولو على الغلط كلنا بنغلط وكلنا لازم نسامح عشان نتسامح لما يجي علينا الدور.